أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف الحادي عشر. في هذا الفيديو سنقدم أهم المحاور والموضوعات التي سيتكون منها وحدة الحنين إلى الماضي من كتاب اللغة العربية. كونوا معي. ستتألف هذه الوحدة من نص مهم، وهي قصيدة يتحدث فيها الشاعر عن ذكرياته، حنينه إلى ديار أهله، يعبر فيها عن التصاقه بالأرض والمكان، يستعيد الماضي، يعود فيها إلى ذكريات الطفولة والصبا، يذكر ملامح تلك الأيام، الذكريات ولا سيما ذكريات أيام والده، مع تأكيده على التراث وقيم الآباء والأجداد ومبادئهم والعادات والتقاليد العربية الأصيلة، منطلقاً من تجربة واقعية بشكل يشيع الحياة في النص. يقول القصيدة: كلما دندن العود رجعني لمنازل أهلي، ورجع سرباً من الذكريات تحوم مثل الحساسين حولي، أبي في المضافة والقهوة البكر مع طلعة الفجر، عابقة بالمحبة وصوت أبي الرحب يملأ القلب طمأنينة وهو يضرع لله حين يصلي. كلما دندن العود رجعني لمنازل أهلي، ورد الممر العتيق إلى بيتنا والسياج، ورائحة الخبز مبتلة بحليب النعاج، ونافذة هي كل الطفولة، ونفرح حين يكون أبي عند بوابة الدار منشغلاً عن شقاوتنا، ويرحب بالجار في غبطة ويلهي: هكذا يا أبي كل شيء تلاشى، ولم يبقى من فرح العمر إلا الصور، الممر العتيق يحن لوقع خطاك، وقد جف بعدك عشب الممر. كلما دندن العود رجعني لمنازل أهلي، كلما دندن العود أيقظ في تعاليلهم بعد طول الركود، وذرذرها في ضميري، وعاد أبي وهو يفرش قريتنا هيبة، وإخوته من حواليه سرب صقور، وجوه إذا عتم العمر طل على عتمة العمر مثل البدور، منازلهم عند سفح الكلام مشرعة للندى والضيوف، وقوفا بها يا خليلي إني توجدتها فأطيل الوقوف، وقد عمروا بالمحبة جدرانها وأضاءوا مداخلها العاليات وعلوا السقف. هذه القصيدة هي لحبيب لزيودي، الشاعر الأردني الذي عرف بقصائده الوطنية والغزلية والقصائد التي يحن بها إلى مضارب أهله في البادية. يتصف شعره بالبساطة واللغة العذبة الصافية، ويصدر عن وعي حقيقي لواقعه الاجتماعي. ومن أعماله الشعرية طواف المغني وناي الراعي والشيخ يحلم بالمطر ومنازل أهلي الذي أخذ منه هذا النص. بعد ذلك عزيز الطالب، وكما هو معتاد، سننتقل إلى أسئلة المعجم والدلالة. سنستخرج الكلمات: دندن العتيق يضرع مشرعة من المعجم. نفرق في المعنى بين الكلمات المتشابهة، وأيضاً نفرق بين كل زوجين سرب وقطيع، لماذا تستخدم هذه الكلمة ولماذا تستخدم هذه الكلمة، غبطة، حسد، المادة اللغوية أو الجذر اللغوي لذكريات، رائحة، مبتلة، تلاشى. بعد ذلك سننتقل إلى الفهم والتحليل. نقرأ المقطع الأول ثم بعد ذلك نجيب عن الأسئلة. يسترجع الشاعر الذكريات الماضية، بين ذلك من خلال المقطع الأول، ما الذي يعيده إلى تلك الذكريات، وبما وصف الشاعر تلك الذكريات، ما دلالة هذا الوصف. بعد ذلك سننتقل إلى أسئلة التذوق الجمالي، وهنا أكثر الشعراء المحدثون من التكرار في أشعارهم، نريد أن نستخرج أمثلة على هذا التكرار
ولماذا؟ ما الغرض من هذا التكرار؟ لماذا يكرر الشاعر؟ أيضا سنوضح الصور الفنية في كل مما يأتي، ورجع سربا من الذكريات تحوم مثل الحساسين حولي، الممر العتيق يحن لوقع خطاك، ألفيتها لا تجيب وتجش قبلي، وعاد أبي وهو يفرش قريتنا هيبة، وقد عمروا بالمحبة جدرانها. بعد ذلك سننتقل إلى ظرفا الزمان والمكان. ظرف الزمان اسم منصوب يدل على زمان وقوع الفعل، وظرف المكان اسم منصوب يدل على مكان وقوع الفعل، وحكمه النصب لفظاً ومحلاً. يسمى أيضاً مفعول فيه. ينقسم الظرف إلى ظرف معرب وظرف مبني، سنتعرف على هذه التفاصيل خلال الحصة. أيضاً سننتقل إلى جمع التكسير. نحن نعلم أن الجموع هي ثلاثة أنواع: جمع مذكر سالم، مؤنث سالم، تكسير. التكسير هو الجمع الناشئ عن تغيير في بنية مفرده، وهو نوعان: جمع قلة وهو يدل على عدد قليل غالباً، مثل أفعال، أموال، أقلام، أفعل نحو أنفس، أرجل، أفعل نحو أندية، أحبة، وفعل نحو صبية، فتية، وجمع كثرة يدل على عدد كثير غالباً، مثل فعل كتب، وفعل غرف، وفعل مثل قطع، وفعل مثل مرضى، وفعلان مثل غلمان. وأيضاً أي جمع تكسير على غير أوزان جمع القلة هو كثرة. إذن نحن نحفظ جموع القلة، فما دون ذلك فهو جمع كثرة. هذا هو عرض سريع لما سنتناوله خلال هذه الوحدة. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.